الجروب فيه كذا اوبشن مرتبط بيهم، تعال نبص عليهم واحد واحد. اول اوبشن مرتبط بالجروب، لو حاجه هنا جنبهم جنب اللير اللي فيها الجروب وهكليك رايت كليك، هيقول لي جروب بروبرتي. جروب بروبرتي فيها اوبشنز احنا شفناهم قبل كده، اللي هو نيم، ممكن نغير النيم بتاع الجروب وممكن نغير الكالر بتاع الجروب، بس في حاجه تانية موجوده هنا. بمجرد ما اشيل الريد او الجرين او البلو هيحافظ لي على اللير بتاعتي بالشكل ده. كل اللايرز هم موجودين لكن المجموع بتاعهم متشال منه شانل، واحدة من الشانل بتوعي متشالة. طيب هرجع البلو تاني وهقول له اوكي. حاجة تانية برضو مرتبطة بالجروب، ان انا ممكن الوك الجروب، يعني اقفل الجروب، كل الجروب دي يتعمل لها لوك، بقفلها بمجرد ما بروح باخد الموف تول حرك. ما ينفعش تعمل حاجة لان انت قافل جروبس. اوكي، حاجة تانية برضو مرتبطة بالجروب، ان انا ممكن اعمل دوبليكيت للجروب. ادي دوبليكيت، بمجرد ما هعمل دوبليكيت هيخيرني ما بين حاجتين، ان انا اول حاجة اسميها لك لير جروب تو، لير جروب لير جروب كوبي 1، انا هسميها جروب 2. طيب المكان اللي انت عايز تسميه تحطها فيه، اول واحد ان هو جوه الملف اللي انت شغال فيه، ده فعلا الملف اللي احنا شغالين جواه. اوكي، لا انا عايز احطهم جوه ملف جديد او احطهم جوه ملف تاني انا فاتحه دلوقتي جوه الورك سبيس اللي انا فاتحها، اللي هو مثلا ارت دوت بي اس دي. هكليك ارت بي اس دي، هيبقى اسمها جروب 2 جوه ملف تاني اسمه ارت بي اس دي. اقول له اوكي. اوكي ادي ارت، هعمل له ماكسمايز. اوكي ادي الملف التاني كان جوه لير واحد وباك جراوند، اضافت عليه جروب 2 بكل اللايرز اللي فيها. اوكي هقفل الملف ده واقول له نو وارجع للملف بتاعي تاني. انا ممكن اخد كل اللايرز دول ابتدي بيهم ملف جديد عن طريق لاير دوبليكيت جروب، تمام، وممكن اختار نيو وهو هيديني الاسم الجديد للملف. طبعا انت تقدر تعمل الموضوع ده في ان انت تكوبي اللير كلها جوه ملف جديد، لكن هنا من اول مره، وممكن يكون عندك لير تانية بره الجروب مش هتاخدهم، لكن هنا من اول مره انت هتاخد الجروب بتاعتك بكل اللايرز اللي فيها تاني بيهم ملف جديد في خطوه واحده. حاجه توفر وقت وتساعدك. هقول له كانسل، انا مش محتاج. برضو اللاير فيه اوبشن جواهم جميل قوي اسمه جروب ميرج، ميرج جروب. بمجرد ما هكليك ميرج على الجروب هياخد اللايرز بتوعي كلهم يحولهم لي للاير واحدة، هيعمل لهم ادماج، هياخد كل اللايرز يدمجهم يحولهم للاير واحدة. زي ما انت شايف اللايرز بتوعي كلهم اختفوا، تمام، وتحول اسم الجروب لجروب 1 وبقت لير ما بقتش جروب. اوكي هرجع للهيستوري للسناب شوت الاولاني او للملف ساعه ما اتفتح على اللاير والجروب. اوكي برضو اوبشن اخير، احنا شفنا قبل كده ان احنا عملنا ديليت للجروب اللي جواه. طيب اول حاجه انا ممكن اوريك حاجه بس صغيره الاول. انا هاخد الجروب دي كلها زي ما هي، وانت ملاحظ ان الريسايكل باند ما هياش اكتف، لونها مش منور، تمام، وهاخد الجروب بتاعتي دي زي ما هي كده، اسلكتها اهي بتتحرك معايا، مجرد ما هروح بيها ريسايكل باند ما بتتمسحش. طب هاخد لير واحده بس هطلعها بره كده
واخد الجروب بتاعتي كده على ريسايكل بان، هتتمسح لان في لير واحدة بره او اكتر من لير او حتى جروب تانية هيمسح لك اللي انت عايز تمسحها. برضو هرجع للهيستوري تاني السناب شوت الاولانية واوريك حاجة اخيرة بس عن الجروب. لو انت عملت رايت كليك على الجروب وقلت له ان جروب لير، هيشيل لك الجروب بتاعتك ويخلي لك اللايرز بتوعك موجودين زي ما كانوا قبل ما تعملهم جروبينج. بدل احنا مع اللايرز، تعالى برضو اكلمك عن حبة اوبشن مرتبطة بالليرز. اول حاجة احنا شوفنا اللوك اللي كان موجود مع الباك جراوند لما بنبتدي ملف جديد، تمام، وشوفنا ان احنا عملنا دراج لللوك مسحناه. طيب في هنا اربع انواع من اللوك موجودين. اول واحد فيهم لوك هول. لوك هول يعني مش هتعرف تعمل فيه حاجة خالص، تمام. اللي بعده لوك بوزيشن. هكليك على اللوك بوزيشن هيوريني نوع تاني من اللوك لونه مختلف شوية، يعني التاني كان غامق قوي، بص اللون بتاعه معتم، لكن ده اللي هو بتاع لوك على الموف لونه فاتح شوية. انا هاخد الموف تول بتاعتي وانا على اللاير اللي فيها الثمرة وهبتدي اتحرك، مفيش حركة، اوكي. هرجع الاوتو سيلكت شوية، هكليك ادي اللاير التانية هتتحرك، لكن اللاير دي ما بتتحركش خالص رغم ان انا فوقها، تمام، اوكي. ليه ما بتتحركش؟ لان عليها لوك. طيب هكليك على اللاير بتاعتي، شيل الاوتو سيلكت، وهروح اشيل اللوك من هنا، كليك عليه او اخده من هنا زي ما كان واعمل له دراج على الريسايكل، ايا كانت الطريقه اللي انت تحبها ان انت تشيله من هنا او من هنا، دي براحتك. دلوقتي انا هتحرك باللاير بتاعتي، هتحرك. طيب احنا كده شفنا اللوك بتاع البوزيشن. في لوك بعديه اللي هو لوك ايمج بيكسل. انا على اللاير اللي انا فيها وهقول له شو هايد اذر لاير، تمام، ههايد كل اللاير، بقت عندي لاير ثلاثة بس هي اللي انا موجود فيها، مفيش عندي اي لوكس موجودة، تمام. هاخد البراش تول بتاعتي وهغير الاوباسيتي بتاعتها 100% والفلو 100%، وانا عندي لون اخضر برسم بيه وهبتدي ارسم. اوكي، هو دلوقتي رسم على ايه؟ رسم على البيكسلز الفاضية ورسم على المليانة، يعني رسم على الترانسبيرنت على الشطرنج ورسم على الثمرة نفسها. طيب لو عملت لوك ايمج بيكسل، بمجرد ما بروح مفيش اي حاجة عايزة تترسم، ولو عملت كده هيقول لي layers locked. طيب هشيل اللوك الاخير ده وهوريك اللوك ده. اللوك ده بيسمح لك ان انت تشتغل على البيكسل مش على الترانسبيرنت، تمام، في حين ان ده ما بيسمح لكش لا تشتغل على البيكسل ولا على الترانسبير. ده بيسمح لك ان انت تشتغل على البيكسل داتا بس، اهو مكتوب عليه لوك ترانسبيرنت بيكسل، اوكي، وهنا لوك ايمج بيكسل. ايمج بيكسل يعني كله، وده هيشتغل على الترانسبيرنت بس، اوكي، يعني اللوكس بتاعتنا ممكن يشتغلوا على اي حاجه احنا عايزينها ونقدر نسويتش بينهم بحيث ان احنا ما نبوظ الايمج بتاعتنا. اخر حاجه نتكلم عليها مع اللير، وكل مرة انا هبتدي احرك لير كلهم هيرجعوا يتلخبطوا مع بعض تاني. هو في طريقة تانية ان انا ممكن اسبب بيها اللير بتوعي. احنا شفنا اللوك ان احنا ممكن نعمل لوكينج للبوزيشن، لا انا مش قصدي كده، لا، ان انا احرك واحدة والتانية مكانها يتغير. صح، انت قصدك صح. هقولك لو حاجة على اللير 3
ومثلا لير اللي هي الجرين اللي تحتها اللي هي لونها اخضر، وهدوس على الشيفت وانا بدوس عليها شيفت شيفت كده، انا عندي 3 لير معمول لهم سيلكشن في شكل اللي هو بتاع السلسلة ده بتاع تشين، تمام. لو هدوس عليه كده هتظهر 3 علامات جنبهم بتقول لي ان دول لوكت مع بعض، مش لوكت، ان دول لينكد مع بعض. هروح اكليك في مكان فاضي جوه اللايرز وهروح اكليك على واحده فيهم فتظهر لي العلامه مع الثلاثه مع بعض. طيب احنا عاملين لوك او عاملين لينك للثلاثه مع بعض. لوك اللينك اللي موجود ده لينك على البوزيشن، يعني مفيش واحده فيهم تتحرك من غير الثانيه. اوكي طيب انا هاخد كمان الاثنين اللي فاضلين وهكليك شيفت وانا بكليك على الثانيه شيفت، وادي لوك او لينك. اوكي طيب انا دلوقتي عايز اشيل اللينك، اعمل ايه؟ كليك ودراج على الريسايكل، ادي الاثنين اللي كان معمول لهم لينك مع بعض اللينك اختفى منهم. طيب عايز اعمل لهم لينك تاني، شيفت كليك ولينك، كده بقى عندي الاثنين دول مرتبطين ببعض. دلوقتي انت شفت شوية حاجات كتير، يا ريت تروح تجربهم، وبفكرك تاني خليك فاكر الهيستوري وخليك فاكر السناب شوت عشان ما تبوظش الفايل بتاعك. اشوفك الدرس الجاي مع حاجة تانية.